سؤال ثالث يقول: في شهر رمضان الماضي حصل أن أفطرت عدة أيام بدون عذر مشروع، هل يكفي قضائي لها فقط وماذا يلزمني غير ذلك؟ فإني نادم على ذلك أشد الندم، وعازم إن شاء الله على ألا أعود لمثل هذا أبدا. الإفطار في نهار رمضان من غير عذر خطأ كبير وجرم عظيم والعياذ بالله، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة ويندم على ما فات ولا يعود لهذا في المستقبل ويحافظ على صيامه، ثم عليه مع التوبة أن يقضي الأيام التي تركها. عليك أن تقضي هذه الأيام التي تركتها بعدما تبت إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يعفو عن ما سبق. نعم، لا يلزمه يتعمى على إذا كان جاءت عليه رمضان آخر، إذا كان أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها، فعليه إطعام عن كل يوم مسكين، أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا إذا كان أتى عليه رمضان آخر ولم يصمها من غير عذر. نعم، أما إذا كان خرها لعذر ولم يتمكن فإنما يكفيه القضاء فقط. نعم، والإطعام كم مقداره؟ يعطي كل مسكين نصاع، هذا هو الأحوط. نعم، نصاع من الطعام المعتاد في البلد. نعم.